ورجعنا لكم وبدايه بقى حلقتنا الاهلي خط احمر، حلقه هنحاول نوضح فيها حاجات كتير جدا. في اوقات كتير لما بتكلم انا واحمد هنا بنكون دايما بنرد على بعض الاشياء اللي بتتقال على النادي الاهلي، بس كتير جدا لازم نفهم ان في حاجات هو الوقت اللي بيرد عليها، خصوصا لو المنافس ليك او الشخص اللي اتكلم عن الشيء ده وانتقده داخل النادي الاهلي هو اللي يمر الوقت ويخلي النادي الاهلي مرجعيه ليه ويستشهد بمواقف النادي الاهلي. ده اللي هتشوفوه معانا في اجزاء كتير على مدار الحلقه عشان نعرف ان المنهج بتاع النادي الاهلي دايما هو اللي بينتصر يا احمد. بالتاكيد يا فارس، وده تاريخ صنعه النادي الاهلي. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه مميزه ان شاء الله من الاهلي خط احمر.